بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أحبابي في الله، تنتمنى الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح وصلاح الوقت. تنتمنى أنكم تكونوا في صحيحتكم وفي حياتكم تكونوا إن شاء الله سعداء. أول حاجة اللي غادي نديرو هي الناس اللي باغين يبيعوا محلات او يبيعوا منازل او يبيعوا سيارات، ولكن حطوا لي الناس تعليقات عندهم بيوت وعندهم سيارات وعندهم اراضي ولكن بدون جدوى ما تتباعوش، تيكون تعسير من بعض الاحيان تيكون تعسير. الله اللي تعلم واش كاين بعض الاشخاص اللي ما تيبغيوش لك الخير او ما تيبغيوش انك تبيعي، او تيكونوا بعض الاحيان ناس تيبغيو لك الخساره انك تبيع بواحد الثمن قليل. اذا يقدروا يديروا لك احوال، يقدروا يعسروا لك الاحوال باش تبيع بالثمن ديالهم هما. اذا كاين الحيل في بعض الناس اللي ما تيخافوش الله، وكاين بعض الناس اللي تيمشيو الارض ويتقفوها، اما تيدفنوا فيها اسحار، اما تيدفنوا فيها مسامر، يدقوا فيها مسامر، واما يقراو شي تعويذ باش يتقفوا هذاك المكان. اذا حنا الحمد لله والشكر لله، له الحمد والشكر. القرآن تيفسخ أي حاجة، كون على يقين تيفسخ أي حاجة. كانت واحد السيدة تنعرفها ما تتكري، عندها دار للكراء، ولكن بقات واحد المدة زمنية تقفوها لها، ما بقاش تتكري مدة عام ونص ما تذكريش. أعطيتها واحد الوصفة، هذه الوصفة اللي غادي نعطيكم، سبحان الله مدة شهر صار البيت مكري. إذن حاولوا تديروها إن شاء الله، ولكن النية الخالصة لله، حاولوا تديروها بإذن الله الواحد القهار، لأن الله سبحانه وتعالى قادر بعباده، قادر بأنه يزلزل أي حاجة فيها سحر، لأن لا يفلح الساحر من حيث أتى، ما هم بضارين إلا بإذن الله. حبيبي في الله، الناس اللي عندهم سيارة بغاو يبيعوها، تهي يراقبوا الجوانب ديالها واش عندها شي حاجة مرشوشة تكون بيضاء، ترشوها الكفر بالله. الناس اللي ما قدرش يوصل لك البيت ديالك توصل لك السيارة ديالك، تيرشها من الخلف ومن الجوانب، ديما من الجوانب، حاولوا تشوفوا على يدكم اليمنى أو يدكم اليسرى، المهم شوفوا الجوانب ديما. الناس اللي باغين يبيعوا سيارات تاهما يديروا هاد الصيغة القرآنية من وصفات طبيعية. اول حاجه اللي غادي نديرو هي غادي ناخد الداد مطحون. هو جالب للرزق وجالب للزبائن. الناس اللي في الحمامات تيديروه بكثره، تدخلي الحمام تتلقايهم حاطينو هو الاول في العتبه الحمامات، حاطين فحم وحاطينو، متى تساليهم تيقولك تنحيدو الحشرات، ولكن هو لجلب الرزق. ناخذ معلقه ديال الداد مطحون. الناس اللي ما عندهمش الداد يحاولوا يديروا العرعار. الناس اللي ما عندهمش الداد حاولوا انكم سمعوا الفيديو الى الاخر باش ما تبقاش تسولوا. الداد مطحون، الا ما عندكمش الداد نحاول ندير العرعار. غادي ناخذ واحد القنينه ماء الورد، ناخذ معلقه ديال الملحه، معلقه
ديال الملحه الرقيقه ديال الطعام. غادي نمشي نطبخ هاد العرعار، نطبخ العرعار مزيان او نطبخ الداد. تعطيك جوج وصفات في وصفه واحده، لان الناس اللي ما عندهمش هادي يقدروا يديروا هادي. انا على حسب الطلب ديالكم، انا معاكم في العشوب اللي ما عندوش العشوب، حيت عندي وصفات ديال الكتيرات وكتير الرز وكتير الباكين اللي تيقولك ما عنديش الكتيره. الناس اللي بالدول العربيه ما عارفينش حتى الاسم ديالها، وهي الكتيره اسمها الكتيره صالحه للغلط، صالحه لجلب الرز. ولكن بعض الوصفات كاينين ولكن ما نقدرش نحطهم حيت الناس ما عندهمش الوصفات. اذا انا معاكم في اي حاجه. ناخد معلقات الداد وغادي نطبخها، غنطبخها جيدا حتى تصير لونها بحال هكا، لونها بني. غادي نصفيها وغادي نقربها الى الفم ديالي. بعد ما غادي نزيد عليها نص قنينه ديال الماء الورد. الا كانت ارض ندير القنينه كامله. ناخد بخاخ يكون اكبر من هذا ونضيف ليه العرعار او الداد او كاين اللي تيديرهم بجوج. اذا ونزيد قنينه ماء الورد كامله. الا كان عندها بصيره او بيض دير نص قنينه ديال ماء الورد. غادي نحاول انني نحل هاد القنينه ونقربها الى الفم ديالي. شنو غادي نقرا عليها؟ هي هاد القراءه اللي غادي نعطيكم دابا ان شاء الله. اول حاجه هي انا صوبت هاد صوبته مزيان حتى للرزق، الداد مزيان حتى الرزق، انا صوبته للبيت للرزق. ان شاء الله ترشي باب العتبه وتقراي ان هذا لرزقنا ما له من نفاد 27 مره، وانت تترشي العتبه والباب وانت تقولي ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذه قراءة الرزق. الناس اللي باغين يبيعوا عندهم قراءة أخرى. غنحل القنينة ونقرب الفم ديالي هاد القنينة ديال الرشاش اللي غادي نرش بها العتبة ديال الدار الخاوية اللي بغينا نكريوها أو بغينا نبيعوها. بغينا سيارة بغينا نبيعوها غادي نرشها من الداخل ومن الخارج بعد ما نمسحها بالماء والملح. ربما تكون مرشوشة بشي حاجة متقفينة. اذا غادي ناخد الناس اللي عندهم اراضي تما يقراو على هاد الداد ومع الماء الورد او العرعار. اللي ما عندوش الداد يدير العرعار. وغادي نقرا هاد القراءة هاد الآية، هاد الآية اللي سبحان الله العظيم لها شأن عظيم في جلب الزبائن وجلب الزوار وجلب أي حاجة زوينة اللي غتجيك لهذيك الأرض. غيولي تكاثروا عليك الزبائن سبحان الله. ولكن ديرها بالصدق وديرها بالنية وما تقولش نجرب. إلا جربتي ارتفع هذاك اليقين ديالك. إذا اليقين هو الأول ونكون على وضوء من دير هاد الوصفة. إلا قريتوا عليها بالليل من الأحسن، والصباح رباح. ديما الرش في الصباح. إلا كانت عندي أرض نمشي لها في الصباح ونرشها، ندي السطل ونخوي فيها هاد الشي اللي قريت عليه ونرش الزوايا اليمين على اليسار. وأنا تنقرا هاد الآية، ولكن قرا قبل ما تمشي، قرا عليها في الليل 27 مرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبحان الله سيدنا إبراهيم سبحان الله العظيم الدعاء اللي طلب كان ليه سبحان الله. إذن سبحان الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبحان الله. هذه الآية في سورة إبراهيم سبحان الله رائع. هذه الآية في جلب الزبائن وجلب الخيرات وجلب الرزق سبحان الله.
ولها شأن عظيم في سورة إبراهيم. حاولوا أنكم تديروها بيقين، وعلى نيتكم ترزقون، وعلى نيتكم ترزقون، لأن الله سبحانه وتعالى من يأتيني بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى تيبغي الإنسان اللي تيكون نيته زوينة، وربي غيعطيك السؤال ديالك. سيدة عطيتها هاد الوصفة، دارتها بيومين بدات يجوا زوار إلى العتبة، وكرات ليومنا هذا سبحان الله كان لها شأن في بيتها، وبقات تدخل مبالغ في البيت الكراء، والحمد لله ولها الشكر، وله الشكر وله الحمد على نعمة القرآن. إذا عطيتكم هاد الوصفة لأنها مجربة، وحاولوا تديروها بإذن الله. بيعوا ديوركم، وبيعوا أراضيكم، وبيعوا سيارتكم، ونسالكم دعوة الخير فقط. إذن أحبابي في الله، تنسنا أنكم تدعموني وتفعلوا الجرس وتابوناو وتخليوا لايك زوين بحالكم. وإلى وصفة أخرى، غادي تسولوني، غادي تقولوا لي شحال غادي نديرها من مرة، انتو هاد القنينة حتى تخوى. مهم كل صباح مدة أسبوع بعدا الأرض، كل يومين في الأسبوع مشي الرشاح حتى يجيو زوار، يبقاو يجيو زوار وغادي تختار لما تبيع. إذن أحبابي في الله، تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.